السلام عليكم متابعين ماما الحبيبه ام ولادي، كنرحب فيكم اليوم فكره ديال بيتزا سهله مهله بطريقه مبسطه بلا حليب بلا قشده بلا يوغور. تبعوا معايا المراحل ومرحبا بكم. اول الاشياء كنحتاجوا الطحين الابيض والسميده موتي موتي، كنخلطوا هاد المكونات بجوج، كنزيدوا عليهم شويه ديال الملحه وشويه ديال الخميره، يعني معلقه. انا درت هنايا 300 غرام زمول، 300 غرام ديال الطحين الابيض اللي خلطتهم بجوج، معلقه ديال الخميره وشويه ديال لوريغانو او زعتره اللي باش غادي نعجن هذا الشيء، وغادي ندير شويه ديال الحبق تاع هو البازيليك تاع هو غادي نديرو. وباش غادي نخلط هادشي غادي نخلطو بماء بارد، يعني ماء سخون لان الحار سخون، وغادي نخليها تختمر. وتبعوا معايا المراحل. تنيت على حتى اختمرت الاختمار الاول، غادي نحاول نحيد منها الغاز اللي فيها، اللي هو كامل اللي طلع فيها، ب
البلديه كنهلهم شويه ديال زيت البلديه. نسيت ما قلت لكم درت تقريبا نص كاس ديال زيت البلديه في العجين، راكم شفتوا لي زيماج. دونك كنحاول نهويها، نخرج منها هذاك الهواء اللي فيها، وكندهن دائما بشويه ديال زيت البلديه. وتابعوا معايا المراحل. قطعة تقريبا نصف الكمية ديال العجين اللي عندي في البول، كنبسطها فوق هذا التفصيل او هذا البلا اللي كيمشي للفران، كنبسطها حتى كترقاق عندي مزيان لانها مازال كتختمر وكتطلع في الفران. انا ما تنخليهاش تخمر، غادي نبسطها مزيان وغادي نسكها بالشوكة. وتابعوا معي المراحل.
وفي هذا الاثناء غادي ندوز لاصوص طوماط. لاصوص طوماط انا عندي هنايا خديتها من محل تجاري، حك فيه نص كيلو صوص طوماط. المطيشة ديجا جاهزة، غادي نديرها في لابوال فاش غادي نشحرها، غادي نزيد عليها شوية ديال الملحة. هادو راه ديجا تتكون فيهم مالح بزاف لانها على حساب لا كونسيرفاسيون، شوية ديال الزعتر. تتنسم باي حاجة عندك يعني اللي كيبغي لك الوليدات، يعني انا اكتفيت غير بالزعتر والملحة وخليتها هكا تشحر حتى دابو لي ديك الطريفات ديال المطيشة. وغادي نزيد عليها واحد شوية ديال زيت البلدية، وغادي نزيد عليها شوية ديال الكفتة. انا ديجا عندي الكفتة بقى عندي مشرملة، يعني متبلة بالتوابل ومام طون فيها البصلة وربيع مطحونين معها. ما غادي نزيد حتى شي حاجة في التوابل على حسب هاد لاصوص طوماط غير الكفتة وهذاك ديجا متبلة. وتبع معايا المراحل. بعد ما شحرات لي غادي نزيدها فوق هذاك العجين ديالي، ما غاديش نخليها خضر يعني ما طيبتش العجين ديالي. غادي نزيد هذيك لاصوص ديالتي، راه خليتها حتى دفات شويه. غادي نسرحها فوق العجين ديالي كامل. غادي نزيد عليها شويه ديال الفلافل فوق من هاد لاصوص، شويه ديال الزيتون، يعني تزيدي اللي عجبك في الدار كم ليغوم كتجي متبله وكتجي غزاله مع لي ليغوم اللي عجبك، يعني فلافل اللي بالالوان ولا تزيدي اللي عجبك فيها اللي كياكلوا الوليدات او اللي كتبغي نتينا كذلك. من بعد ما غاديش ندير الفرماج دابا، غادي نتسنى عليها حتى طيب باش ما بغيتش انا داك الفرماج يجيني قاصح، ولا بغيت الفرماج يكون شويه لين. وعاد غنخليها حتى طيب ونخرجها ندير فوق منها فرماج غطي ونرجعها غير يسخن الفرماج، لان الفرماج ما خصوش يطيب. تبعوا معي المراحل. وهذه هي النتيجة اللي كنحصلوا عليها، بيتزا رائعة موالوز من الانتيريور اي كروستيونط الاكستيريور، لذيذة وغزالة بحال المطاعم ديال اللي كتاكلوا في المطاعم الكبرى. علاش تخلصوا باش تمشيو تاكلوا بيتزا ديال المطاعم الكبرى وانتم تقدروا ديروها عندكم في الديور ديالكم؟ كنرحب بكم وكنشكركم الدعم ديالكم، وكنشكر جميع الناس اللي كيتفرجوا الفيديوهات ديالنا حتى الاخير وما كيديروش ستوب، لان كنخلصوا على دوك النقارات. وكنشكركم بزاف بزاف بزاف، وإلى حلقة مقبلة بإذن الله، والسلام عليكم.